الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله نجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول أذكار القرآن والسنة، أي كيف يذكر المؤمن ربه بآيات الكتاب أساساً، ثم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي رويت على سبيل التسبيح والتحميد والذكر عموماً لله الواحد القهار، مما كان يصنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الآيات القرآنية، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض الآيات على سبيل الذكر لله جل وعلا، أو يأمر بذلك أصحابه أو يقرهم على ذلك. فسبق ما تيسر بيانه من سورة الفاتحة على أنها أساس أيضا من أسس الذكر لله جل وعلا، وكذلك أوائل سورة البقرة، وقد سبق عنها كلام. اليوم بحول الله نتحدث عن آية الكرسي أو آية العرش كما تسمى أيضا، وذلك قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه آيات وفيه صور، أما أعظم صورة فهي صورة الفاتحة، باش ما يتخلطش لكم الكلام، لأنه هنالك أعظم صورة وهنالك أعظم آية، والآية جزء من الصورة. فأما أعظم صورة من حيث الصور فصورة الفاتحة بإطلاق، كما بيناه مرارا وتكرارا، ويكفي في ذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه في قوله عن سورة الفاتحة: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، يعني ما موجود مثلها لا في كتاب الله التوراة ولا في كتاب الله الإنجيل ولا في كتاب الله القرآن. أيضا هي سورة، أيضا حتى القرآن إنما هي فيه سورة فريدة يتيمة لا مثيل لها. أما بالنسبة للآي يعني الآيات، فأعظم آية في كتاب الله كما نصت عليه الأحاديث الصحيحة التي تكاد تكون ولعل بل هي كذلك متواترة من حيث المعنى، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي التي هي جزء من سورة البقرة، فهي آية من آيات سورة البقرة، ووردت فيها أحاديث كثيرة، من بينها ومن أشهرها الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فلمن قرأها بليل فإنه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذه القصة اللطيفة الظريفة أن فيها يعني ظرافة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوكل حفظ الصدقة لأبي هريرة يوما أو مرة، كلفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلف سيدنا أبا هريرة الصحابي الجليل، كلفوا باش يشد الخزين ديال الزكاة، الصدقة مقصود بها هنا الزكاة، أعطاه الخزين الخزينة
ديال الزكاة قال له حضيها حرصها. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني مشتغلا بحفظ الزكاة من الزروع والثمار التي جمعت. واحد الليلة وهو حارس على الزكوات والصدقات وجد شخصا يأخذ من الصدقة، لقى واحد الإنسان كيسرق من هذه الصدقة، فقبض عليه أبو هريرة وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، غادي نوصلك لعند النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل هذا الشخص الغريب يتوسل إلى أبي هريرة، يعني كيحذره ويطلب منه المسامحة والعفو، كيقول له راه عندي وليدات ضعاف فقير ما عندهم ما ياكلوا، رخيني نمشي عمري ما نعود، فلن أعود ما نعودش نجي. فأشفق عليه أبو هريرة ورقى له، رقى لحاله فأرسله، يعني عز عليه أبو هريرة، عز عليه هذاك السيد اللي بقى يستعطف وطلقه سامح له مشى. صبيحة حينما لقي أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله ما فعل صاحبك الليلة، أو ما فعلت بصاحبك الليلة، يعني الله عز وجل أطلع رسوله بالغيب عما وقع من قصة بليل لأبي هريرة وصاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربي تعالى صيق له الخبر، خبروا بداك الشيء اللي داز في الليل بين أبو هريرة وذاك السارق. فقال له يا رسول الله ذكر لي حاله وعياله فرققت لحاله وأشفقت لحاله فتركت سبيله أو تركته إلى سبيلي أو كما قال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، هو قال لك لن أعود، يعني ترجى وتوسلوا قال له ولن أعود، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيعود. وفعلا الليلة الثانية عاد، بينما أبو هريرة بمخزان الصدقات فإذا به يجد الشخص نفسه هو النيت هذاك اللي جا البارح عاود كيجي اليوم، ويقبض عليه شد عليه، فجعل يتوسل للمرة الثانية ويحذروا ويحللوا حتى أرقى له أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان معروف كما ترجم له أصحاب كتب التراجم، كان يعني رجل فيه حنين فيه الإشفاق فيه المحنة أبو هريرة رضي الله عنه، وكانت له دعابة، كان كيبسط ولطيف وحنين. عاود شفق عليه وقال له ولن أعود، وعدوا أنه ما يعاودش يرجع، فأطلقه وأرسله. فالغداة الصبيحة عاود النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية قال له ما فعل صاحبك؟ قال له نفس الكلام، أنه استعطفني وكذا إلى آخره، فرققت لحالي وتركته. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ووعدني إلا يعود، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيعود. فالليلة الثالثة عاود فعلا رجع كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له سيعود فوجده. فهذه المرة الثالثة شد عليه شدة واحدة، بدأ يحذر ويحذر، والو أبو هريرة ما بقاش كيسمع ليه نهائيا، لأنه الأولى والثانية والثالثة قال له لا أرفع عنك إلى رسول الله، ما نتفك معك حتى نمشي أنا وياك عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال له إذا تركتني علمتك آية في كتاب الله إذا قرأتها فلن يقربك شيطان، فلن يقربك شيطان. تلقني وغادي نعلمك واحد الآية في القرآن الكريم، إذا قرأتها ما بقيش أي شيطان من الشياطين يضربك ولا يقرب لك. قال له إيه علمني. فقرأ عليه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها كما بينا. في الغداة لما تلقى أبو هريرة برسول الله عليه الصلاة والسلام عاود سولوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما فعل صاحبك الليلة؟ قال له يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا، وقال لي أعلمك آية إذا قرأتها لن يقربك الشيطان. قال له ما علمك؟ قال له الله لا إله إلا هو يعني آية الكرسي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا محل الشاهد عندنا صدقك وهو كذوب. قال له واش عرفت شكون هذا؟ قال له الله ورسوله أعلم. قال له هذاك شيطان، شيطان
جني من الشياطين هو الذي تهيأ وتمثل في صورة بشرية وجاء يسرق مال الصدقة. والشيطان كذوب، يعني كذوب هذه كيسميها علماء العربية صيغة المبالغة، يعني كذاب كذاب كذاب، الكذب كله اجتمع في الشياطين، في الشيطان وقبيله. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة الثالثة راه قال لك الحق، صدقك وهو كذوب. فعلا الشيطان كذاب شديد الكذب كذوب، لكن قال له هذا الكلام اللي قال لك هذه خارجة من مجال الكذب دياله وجات من عند الحق، فهذه حقيقة واقعة. ولهذا ثبت إذن بهذه العبارة فلن يزال عليك، أي إذا قرأت آية الكرسي بليل فلن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. ما هذا الحافظ؟ ملك. يعني لما تقرأ آية الكرسي، لما توسد راسك بالليل إلى شقك الأيمن على وضوء وتقرأ آية الكرسي، كيجي واحد الملك مكلف من عند رب العزة سبحانه وتعالى ويجلس عند راسك يعس عليك حتى الصباح، فلا يقربك شيطان الليلة كلها حتى تنوض بحالك من الناس. والحديث معروف وصحيح موجود في كتب الصحاح وفي غيرها. فين السر اللي كاين في آية الكرسي؟ لأنه ما عرفناش السر ديال الآية ما غادي شيء نستافدوا من المعاني ديالها الإيمانية ومن الحقائق ديالها الربانية تماما، بحال الأمر اللي كان وقع لنا مع سورة الفاتحة. الفاتحة عندها تأثير عجيب على الإنسان نفسا وروحا وبدنا وعلى الحياة الاجتماعية دياله، ولكن إذا الإنسان كيقرأها بواحد الشكل ساهي شارد لا يحقق لها لفظا ولا يحقق لها معنى، فقطعا لا يستفيد من فضائلها ومن نعمها ومن أنوارها. احنا بينا كيفاش الإنسان يقرأ حقيقة سورة الفاتحة باش تفتح عليه الأنوار والأسرار ديالها، كذلك أي آية في القرآن إلا ما جيتهاش من الباب ديالها، من باب السر ديالها، من باب النور ديالها، فإنك لن تستفيد منها شيئا. سورة الفاتحة وأي سورة من القرآن تحتاج إلى تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والتدبر واحد عملية قلبية، القلب ديال المؤمن ملي كيبدا يقرا كيخصو يعيش مع ديك الحقائق ديال ديك الصورة أو ديك الآية باش يتذوق المعاني ديالها بالقلب ديالو وبالإحساس ديالو، وتحول هذيك الآية لصفات، فهذاك الإنسان يتخلق بها عبادة لله الواحد القهار تماما، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي تصف فيه خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام مما رواه مسلم، كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. بهذه الطريقة وبهذا المنهج غادي يولي الإنسان فعلا إذا قرأ الآية كيلقى داك الشيء اللي قال فيها الله تعالى كاين، يعني كيلقاه في حياته، أو داك الشيء اللي وعد به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيشاهدوا بعينيه. فإذا قال لك راك إلا قريت آية الكرسي راها تحفظك الملائكة حتى الصباح وما تأدب حتى شي أذية لا نفسية ولا بدنية ولا أي شيء، راه الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأنه الصادق المصدق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكن غادي يقول واحد وودي أنا عندي مشاكل نفسية وعندي كذا وكتوقع لي كوابيس بالليل واضطرابات وكذا وكذا، وكان قرأ آية الكرسي وما كيوقع لي والو، يعني ما كيجينيش هذاك الأمن والأمان والسكينة. الجواب هو أنك لا تقرأ آية الكرسي إطلاقا. هذاك الشيء اللي قلنا على سورة الفاتحة، سورة الفاتحة دواء وشفاء شافية كافية، والذي لا يقرأها ولا يتلوها حق تلاوتها فإنه لن يجد نورها ولا سرها. فالمشكلة إذن في الطريقة احنا باش كنقرأوا القرآن وفي الطريقة باش كنتعاملوا مع القرآن الكريم. هذه الآية هذه لابد من العلم من أنها أعظم آية في كتاب الله كما تبين. لما؟ لأنها أجمع تعريف ورد في القرآن بالله رب العالمين سبحانه جل وعلا.
يعني رب العالمين سبحانه وتعالى عرف بالذات ديالو سبحانه وتعالى بهذه الآية ديال الله لا إله إلا هو إلى آخر الألفاظ التي وردت فيها. فما بالك إذن بآية تعرفك بالله؟ صحيح القرآن كله تعريف بالله، وآيات كثيرة وصور كثيرة في القرآن تعرف بالله، ولكن أعظم آية كتعرف واحد التعريف أكمل وأشمل بالله جل وعلا هو هذه الآيات. فأول شيء فيها أنك حينما تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ورد فيها كما ثبت في الصحيح اسم الله الأعظم، ورد فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن اسم الله الأعظم كاين في آية الكرسي وكاين في أوائل سورة آل عمران، لأن البداية ديال آل عمران فيها واحد طرف من الآية كيتطابق تقريبا مع البداية ديال آية الكرسي، إنما آية الكرسي زايدة عليها بالأفضل لأن زايدة عبارات ما كايناش في الأوائل ديال الفاتحة ديال آل عمران، وذلك قول الله جل وعلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بعد شيء باش كتبدا سورة آل عمران، سورة الفاتحة، سورة عفوا آية الكرسي أيضا هكذا تبتدئ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله جل وعلا هو الاسم العالم على الذات الإلهية، هو الاسم الكبير ديال الله تعالى، الله سبحانه وتعالى، وسائر الأسماء الحسنى هي صفات لله. أجمع اسم عالم اللي الله تعالى كي يتسمى به سبحانه وتعالى سمى به نفسه هو اللفظ ديال الله، لفظ الجلال لا إله إلا هو. وقوله جل وعلا لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا في واحد معنى كبير ديال التوحيد مازال نعود نرجع له بإذن الله عز وجل، ولكن بعد بيان قوله تعالى الحي القيوم. الحي سبحانه وتعالى هو الحي، لأنه الحياة الحقيقية إنما كاينة عند الله تعالى، وما سواه فان، أنا وانتم كلنا ميتين، ميتين كما في قول الله تعالى لرسوله ولمن معه ولمن بعده ولمن قبله ولمن بعده إلى يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فاش خطبوا الله تعالى بهذه الآية كان باقي حي، والصحابة اللي معه حي، لكن مع ذلك قالوا إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة عند ربكم وإنكم يوم القيامة يومئذ عند ربكم تختصمون. إنك ميت أي ستموت، راك غادي تموت، واللي غادي يموت راه ميت، كل من سيموت فهو ميت، يعني اللي العمر ديالو محدود محسوب راه مات. يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة الحاجة اللي كتحسب، يعني اللي كتحسب كتسالى، شكون اللي ما كيتسالاش؟ اللي ما كيتحسبش، اللي هو بلا عداد، وعمر ديال بنادم كيتحسب، كل واحد مات من البشر كتشوفي له تاريخ الميلاد ديالو وتاريخ الوفاة ديالو محسوب، يعني شبر بحال واحد الشبر ديال الزمان، يعني في البحر ديال 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 قرن من الزمن، يعني أقل من قرن من الزمن، 100 عام 120 عام 60 عام 40 عام 50 عام، كل واحد عمره، يعني كل هذا يعني الحاجة اللي ما كيدوش اللي ما كدوش عليها 100 عام راه يعني لا شيء، وحتى 300 سنة 400 سنة و1000 سنة راه بالمنطق الكوني الكبير راه حتى هذاك الأزمنة لا شيء، عمر الكون كله كاع، عمر الأرض براسها لا شيء عند الله عز وجل. فما بالك بالإنسان اللي جيل كينسخ جيل، ما كاينش جيل اللي كيعيش حتى يعني يدفن الجيل اللي من بعده، لا وجود له إطلاقا،
يعني هذا الجيل كيدفن الجيل اللي فات، والجيل اللي راه جاي طالع تحتنا غادي يدفننا. هكذا الحياة. فإذا كل واحد محكوم عليه بالموت راه ماشي حي، لأنه الحياة اللي عنده إنما هي عارية، عارية يعني مسلفة. غير ربي تعالى أعطانا واحد الوديعة، واحد الأمانة سميتها الحياة، قال لك هاك قضي بيها واحد المدة من سنة كذا إلى سنة كذا وغادي ندي ديالي. أما هو جل وعلا فهو الحي، وتستعمل لازم هذا ال اللي كتدل على الشمول الكامل لكل معاني الحياة، بمعنى أن الحياة الحقيقية إنما هي عنده، أما ما سواه فليس بحي. الحي جل وعلا يهب الحياة لمن يشاء ويمنع الحياة ممن يشاء، وتبقى الحياة عنده سبحانه صفة من صفاته، اسما من أسمائه الحسنى جل وعلا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جل وعلا. هو وحده يمتلك الحياة امتلاكا حقيقيا، لكي يملك الحياة بالحقيقة ماشي بالكذوب، إنما هو رب العالمين سبحانه جل وعلا. ولهذا حقيقة هذا المعنى ديال الحي كيخلي الإنسان يعني لما يبدي يتأمله يعني في واحد الحيرة من أمر الإنسان ومن أمر الناس أجمعين، الذين يضلون في هذه الحياة الدنيا، والذين يطغون ويتجبرون رغم أن مآلهم إلى الفناء قريب قريب قريب. ثم هو سبحانه وتعالى اللي كيعطي الحياة للإنسان وكيجعل له الحياة، يجعله ميتا. ما نقدروش نهائيا احنا بني البشر أننا نعرف الحياة شكون هي، لأنها سر من أسرار الله جل وعلا. الحياة هي سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، ولذلك من العظمة بمكان أن يوصف الله وحده وحده دون سواه بأنه الحي. وهذا المعنى ديال الحياة ملي كيعطيها لك ما تقدريش تفسريه، لأنه ماشي ديالك، ماشي ديالك نهائيا. نحن نملك الحياة على سبيل العارية غير مسلفينها. أما اللي كيعرف الحياة ويعلم الحياة، يعلم حقيقة الحياة ما هي، إنما هو رب الحياة الذي خلق الحياة لنا ليبلونا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسبحان الله العظيم هذا المعنى ديال الحياة حتى واحد يقدر ما يقدر يفسره. أي واحد يتأمل هذه الحقيقة يبغي يشرح معنى كون الإنسان حي، أو أي كائن يقول هذا حي ما يعرفش يفسره، ما يعرفش يعرفه، ما يعرفش يشرحه. فإذا يعني بغينا نقولوا راه بنادم حي فلان الفلاني مازال حي، باش كنعرفه؟ لأنه يتكلم أو يتحرك أو يتنفس أو يأكل ويشرب. هذه ماشي الحياة، هذه النتائج ديال الحياة، ما يسمى بلوازم الحياة، الأعراض ديال الحياة. أما الحياة في الحقيقة فلا يعرف حقيقتها أحد إطلاقا. هل بدن ينبض قلبه بالحياة يتنفس يعقل؟ فإذا مات تحلل البدن وصار إلى التراب، إلى الآن وإلى آخر يومين يكون في عمر الدنيا. الإنسان المعاصر والمتطور ما قدرش يفسر معنى الحياة، وبما أنه ما قدرش يفسر معنى الحياة ما قدرش يفسر معنى الموت أيضا. الموت باعتبار واحد الظاهرة وجودية خلقها الله تعالى، واحد ما كيعرفها، لا وجود لتعريف الموت، وإنما باش كنعرفوا بنادم مات لأنه يعني الأعراض والصفات ديال الحياة ما بقاتش فيه لا أقل ولا أكثر، فنقوم بدفنه في التراب، لأننا إن أبقيناه تحلل وصار مشكلا على الناس. ولهذا الحياة هي واحد السر رباني عظيم، لأن كون الإنسان حي يعني فيه الروح، والروح معنى لا أحد يستطيع تفسيره ولا شرحه. سألونك عن الروح قل الروح
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فوجود الروح يدل على وجود الحياة، وانعدام الروح ومفارقة الروح وخروج الروح يدل على أن الحياة انتهت وأن الموت قد حل بهذا الذي كان قبل قليل حيا يتنفس الحياة، لأن مول الحياة اللي هو الله تعالى استرد الأمانة دياله التي هي الحياة. وحقيقة شيء عجيب أنه الإنسان يشوف واحد العدد ديال الكائنات في الأرض فيها حتى هي معنى الحياة، والله شيء غريب جدا. يعني البعوض شنيولة فيها الحياة، لما تبدأ تطير وتعض وتأكل وتمشي فذلك كائن حي، ربي حتى هو داير فيه الحياة، وحتى هي كتخاف وتترجى وتتألم وتحزن وتسعد وتجوع وتشبع، يعني عندها أحوال ديال الحياة. فالله تعالى كيدير الحياة في دقائق صغيرة وفي أقل من البعوض كالجرثوم والميكروب، توا فيه الحياة وفيه الأعراض كلها اللي كتكون يعني في الكائن الحي كاينة فيه، والدفاع عن النفس والرغبة في الطعام والشراب والاقتيات، شيء غريب جدا. ربي تعالى كيعطيها الكائنات متعددة المستويات، من أدق كائن وأصغر كائن لأعظم جسم كأجسام الفيالة وغيرها من الحيوانات الضخمة، إن الحياة التي يجعلها الله تعالى في الإنس والجن والملائكة أيضا. فمول الحياة سبحانه كيتصرف في الملك دياله كما يشاء وكما يريد، فيحيي من يشاء هو تعالى ويميت من يشاء هو سبحانه وتعالى في الوقت الذي يريد وفي اللحظة التي يريد كما أراد، ولا راد لأمره جل وعلا. ولهذا ابن آدم لما كيبدا يذوق هذا المعنى ديال الحياة كيعرف فعلا ديك الساعة شحال هذه العبارة عظيمة جدا، وكيفاش أن الاتصاف ديالو بها يعني اتصاف مؤقت، لأن الله تعالى حكم بالقضاء والقدر ديالو على الكائنات كلها بالموت، إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي تحاكم التقاضي إنما يكون يوم القيامة عند رب العالمين على أعدل ما يكون الميزان، في بحال الموازين المضطربة ديال الأرض، لا على الميزان المطلق والعدل الأكمل الذي هو عدل الله والذي هو حكم الله جل علاه سبحانه وتعالى. الحي سبحانه وتعالى حينما يعبده العبد الفاني، أنا وأنتم العبد الفاني، يدرك أنا إذن أي العبد كم هو في حاجة إلى الله جل وعلا، يعني كتعرف ديك الساعة بأنك فقير إلى الله. علاش؟ لأنه أنا ميت والله حي وأنا في حاجة إلى الحياة. شكون اللي غادي يعطيك الحياة إلا قلعك الله تعالى؟ لا أحد. فإذا حاجتي إلى الله سبحانه هي حاجتي إلى الحياة، لأنه هو الذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا. ولهذا الخوف ديالنا من العدم من الزوال يجعلنا فعلا نعبد الله ونتقرب إليه، لأننا نفر من العدم، لأننا نفر من الفناء ونتعلق بالباقي الذي هو الله جل وعلا. وهناك تحصل الطمأنينة والسكينة، كتنزل الرحمة على العبد، واخا أنه الإنسان غادي يموت كيحس بأنه لما كيتعلق بالباقي سبحانه، لأن ربي تعالى ما كيموتش، اللي يتعلق بالباقي راه كيأمن، كيجيه الأمن، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل موت الإنسان قنطرة يعبر بها من حياة إلى حياة أخرى، وهو يوم القيامة الذي وصفه الله جل وعلا بقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية
هذه العباره ديال الحيوان وقد شرحتها مرارا وتكرارا، المعنى ديالها يعني دال على الامتلاء، مبالغه يعني واحد الحياه الواسعه العريضه التي لا تنتهي. اما الحياه اللي كتسنى ماشي حياه، وهي هذه الدنيا. الحياه الحقيقيه هي الاخره، لانه لا تفنى، لانها لا تفنى، لا تنتهي، لا تنقضي. ولذلك من تعلق بالباقي وهبه الله الحياه الباقيه، ولهذا نعبد الله من حيث هو الحي سبحانه جل وعلا. ومن هنا كتجي هذه العباره ديال هذا الاسم من اسماء الله الحسنى، محبوب جدا للقلب ديال المؤمن لما يقرا الله لا اله الا هو الحي، الحي القيوم جل وعلا. فاذا هذه الحاجه ديالنا للحياه كنمشيو بها فقراء متذللين لعند الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى مقابل كل شيء. انا كنطلب الحياه، انت كتطلب الحياه، انت كتطلبي الحياه، الناموسه كتطلب الحياه، شني ولا الحشره، الفيل، الحوت، الملك، الجان، كل شيء من الاحياء يطلبوا الحياه، والله تعالى مقابل كل شيء. يعطي الحياه لهذا ولهذيك، للشجر، للنبات، للسمك، للحشرات، الكائنات الحيه المرئيه، الكائنات الحيه غير المرئيه اللي ما كتشافش بالعين، خصك مجهر يضخم الاشياء ملايين المرات باش تشوفها وفيها الحياه. كلها كتطلب الله تعالى الحياه، كلها شاده في الله سبحانه وتعالى باش بقي فيها الحياه. ولما ربي تعالى يقطع عنها الصله ديال الحياه تنتهي حياتها وتتحول من الوجود الى العدم. هذا الرب العظيم اللي كطلبوا الألسنة كلها بمختلف لغاتها، يعني اللغات البشرية واللغات النباتية واللغات الحيوانية ولغات الطيور، كل شيء عنده اللغة دياله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من اللي تدوزي حدا الشجرة كيف ما كانت هذه الشجرة أو النبتة بقلة صغيرة راه عندها كلامها، عندها لغتها اللي كتسبح الله سبحانه وتعالى بها. الطير كذلك، مختلف اصناف الطيور العديده الكثيره، الالاف ديال انواع الطيور اللي كاينه في الارض كلها تسبح الله تعالى بلغات الطير، منطق الطير. وكذلك سائر الحيتان وسائر الكائنات الحيه بصفه عامه كلها لها لغاتها. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ربي سبحانه وتعالى من قبل هذا الكون كله كيطلبوا هذا كيعطيه، كيطلبوا هذا كيعطيه، وكلهم كيطلبوا الله تعالى. ما من كائن الا ويستغيث ربه، الا ويدعو ربه، الا ويسال الله حاجته، كل بلغته. ولا تتزاحم الادعيه على الله ابدا. سبحان الله العظيم، معنى هذا الكلام لا تتزاحم الادعيه على الله، يعني سبحانه 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 ما كيكثرش عليه الشغل، لانه سميت الله رب العالمين. يعني كتمشي غير لواحد مولا حانوت واقف عليه واحد الزبون كيشري واحد الحاجه، هو كيتكلم هذاك الزبون، الا دخلتي كلامك حتى انت قلتي شحال هذه، مول الحانوت كيتلف، لانه ما يمكنش يسمع جوج الاصوات ويفهمهم ويجاوبهم في لحظه واحده، يتخلط عليه الامور، كيقول لك حبس حتى نكمل مع هذا، لان ما عندوش القدره العقليه ابدا باش يستوعب خطابين مختلفين يصدران من ذاتين في وقت واحد، ما يمكنش. البشر ما عندوش الطاقه ولا اي كائن من الكائنات الموجوده في الارض او في السماء. الله رب العالمين سبحانه كيطلبوا البشر بلغات مختلفه، من العربية لسائر اللغات العالمية الموجودة في الأرض، مما نعلم ومما لا نعلم، ومما لا نعلم له صفة ولا تسمية. كاين لغات اللي ما تعرفي حتى سمية هذه اللغة، هذه لغات كثيرة، هاللغات السواحلية اللي عند الأفارقة، واحد العدد ديال اللغات عندهم مختلفة. الكل يسأل ربه بما فطره الله عليه من لسان، من لغه. وزيد البشر الكائنات الاخرى، النمل باصنافه بمديانه بقبائله،
كله يسأل ربه. واحد ما راح حصل مع واحد الحبة ديال الزرع ولا ديال لا 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 يعني شي أكل من الأكلات التي رزقها الله إياها، كتمحن معها باش تهزها وكتستعن بالله تعالى. رب العالمين يسمعوها، يسمعها سبحانه في ديك اللحظة اللي انت راك تغوتي وتطلبي الله، وناخر 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 ما كيتخلطش عليه الكلام. ملايير ماشي ملايين، ملايير 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 ديال الأصوات واللغات تتعالى في الكون، تستغيث الله الواحد القهار، الواحد القهار، وسبحانه يسمعها كلها في الوقت نفسه ويجيبها كلها في الوقت نفسه. واحد الإمام ابن القيم رحمه الله يقول واحد العبارة: ولا يشغله شيء عن شيء. يعني ما كتشغلوش واحد المشغلة على واحدة أخرى، لا، في اللحظة واحدة مقابل هذا وهذا وهذا وعطي كل شيء. هذه العقل البشري ما عندوش القدرة يتصور هذه الطاقة، لأنها قدرة غير محدودة، لأنها قدرة الله رب العالمين. هذا المعنى، هذا هو اسم الله تعالى القيوم، هذا هو القيوم. القيوم لأنه قائم بأمر الكون، يعني القيوم هو المدير اللي كيقبل الشغل في العربية، هذا المعنى دياله. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، فهو قيوم على الكون. وهذه الصيغة حتى هي صيغة كتدل على المبالغة، يعني قيوم أي أنه قائم بقوة بأمر الكون، وأن حاجات الناس والخلائق جميعا قائمة بالله، ولولا الله لبطلت. فهو سبحانه وتعالى قبل كل شيء، مسير كل شيء، كيدبر الأمر ديال المملكة الكونية اللي خلقها جل وعلا. فإذا احنا محتاجين للحياة ولأسباب الحياة من رزق ومن عافية وشفاء وقوة وأمن وأمان وسلام ونلتجئ لمن؟ لهذا الرب اللي قبل كل شيء القيوم. ولذلك تناسب أن يجتمع في صفته سبحانه وتعالى الحي القيوم بجوج صفتان، فعلا كيوجد المؤمن اللذة والمتعة والسكينة باش يطلب الله تعالى بهم. لأن هذه العبارة ديال الحي كتخليك تقلبي على الله وتلتجئ إلى الله، لأن كل شيء اللي كيخصك عنده. ثم العبارة ديال القيوم كتفهمي بها بأنه هو سبحانه اللي عنده كل شيء، راه عاود من قبل كل شيء. فلهذا إذا تكامل الأمران في وصف الله جل وعلا، وكان ذلك جديرا بأن يكون اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شيء عجيب حقيقة. بني آدم يوجد واحد الراحة وواحد السكينة من اللي كيعرف الله، كيعرف الله بهذه الصفة القرآنية اللي عرفها لسيدنا محمد وعرفها للمؤمنين في كل العالمين. ومن دعا ربه بهذا الوجدان وبهذا الإحساس وجد الله عنده سبحانه وتعالى بما طلب وبما ظن في حقه سبحانه. بدك الشيء اللي طلبتي الله وداك الشيء اللي ظنيتي في الله وداك الشيء اللي عرفتي في الله حيت كتطلبيه بهذا الكلام كيعطيه لك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا هذا المدخل، هذا راه غير الباب ديال آية الكرسي، هذا المدخل ديال آية الكرسي واحد الباب واسع 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 لا حد له سبحان الله العظيم، لأنه باب كيوصلك لله. وما يمكنش يكون الباب اللي كيوصلك لله باب ضيق. علاش؟ لأن الخلائق كلها كتدخل منه، ليكون كيدخل منه واحد اثنين ثلاثة أربعة يكون ضيق، ولكن باب الله عمره ما يكون ضيق، لأن الكائنات اللي خلق الله لا حصر لها. فكل يسأل الله بهذا اللفظ أو بالمعنى باللغة اللي أعطاها لله تعالى من النمل والنحل والحوت وسائر الكائنات. ولهذا فعلا كانت آية الكرسي فعلا وحقيقة أعظم آية في القرآن الكريم. اللي قرأها وحس بهذا الإحساس ديالها اللي أعطاه الله تعالى المؤمن اللي عاش هذه المعاني، ربي تعالى كيوكل به الملائكة يحفظوه ويقضيوا له الغرض دياله بإذن الله من التسديد والترشيد والحفظ والحماية والتأمين والتسليم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.